وصفتنا النهاردة وصفة جديدة وجميلة جدا وكمان صحية، وهي البطاطس مع الكرنب أو مع الملفوف. أول حاجة دي المكونات اللي هنحتاجها كلها، معانا حبتين متوسطين من البطاطس مقشرينهم وغسلينهم، وبصلاية متوسطة، وكرنباية صغيرة. الكرنب الأبيض ده أنا مش هستعمل الكرنبة دي كلها، أنا هستعمل نصها بس. أول حاجة هنقطع البطاطس، هنقسم البطاطساية بالنص. بعد كده هنقطع البطاطس شرايح بالشكل ده، شرايح البطاطس دي حجمها أكبر من البطاطس اللي بنقليها. بعد كده هنقطعهم بالنص بالشكل ده، يعني بعد ما نقطع البطاطس شرايح هنقطعهم بالنص كده بالشكل ده، وده الشكل اللي احنا عايزينه. وهكذا نقطع البطاطسين كلهم بنفس الشكل، وهحط البطاطس اللي هقطعها في مصفى، والبطاطس دي انا هغسلها وهصفيها كويس جدا. وكمان هنقطع الكرنب لشرايح، انا هستعمل نص الكرنباية دي او نص الملفوفية دي بس، والكميات دي كلها حسب الرغبة، يعني ممكن تزودي في حاجة وممكن تنقصي في حاجة تانية. هقطع كده نص الكرنباية كده شرايح رفيعة بالشكل ده. بعد كده هفرق شرايح الكرنب دي عن بعضها، ولو لقيت قطعة تخينة بشيلها من الكرنب، يعني بسيب القطع الرفيعة أو القطع الرقيقة بس. وبرضو هحطها في وصفة وأغسلها وهسيبها تصفى كويس جدا من المية. بعد كده هقطع البصلاية برضو شرايح، هقسم البصلاية كده بالنص وأقطعها شرايح رفيعة بالشكل ده. وبكده نكون جهزنا كل الخضار اللي معانا، فاضل بس التسوية. هنحط حلة أو طاسة على نار متوسطة، وهنحط فيها شوية زيت، حوالي ربع كوباية من الزيت. وأول ما الزيت يسخن هنحط عليه البطاطس، وهنفضل نقلب في قطع البطاطس دي لحد ما لونها يتغير ويكون دهبي فاتح زي البطاطس المقلية أو أفتح شوية، بتكون بالشكل ده. بعد كده هنضيف عليها شرايح البصل ونقلبها تقليبة واحدة فقط. بعد كده نضيف ليها شرايح الكرنب ونقلب الكرنب والبصل مع البطاطس حوالي دقيقتين، نقلبهم مع بعض على نار تحت المتوسطة بشوية لمدة دقيقتين. بعد كده نضيف التوابل، وتوابلها بسيطة جدا، وهي معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمية التوابل دي بتكون حسب الرغبة. بعد كده نقلب التوابل مع المكونات دي ونوطي النار خالص، ونغطي الحلة لحد ما كل الخضار يدبل والكرنب والبصل يستووا مع البطاطس. بعد كده نفضيها في طبق التقديم وبس كده، تتقدم بقى في فطار او في عشاء، جميلة جدا ومشبعة وكمان بتخسس. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم.